تروح البقيه يا خالتي بقى. ما خلاص اسم الله يا اختي. ازيك يا بيسه؟ كويسه. لو سمحتي عاوز اولعه وباكو بسكويت. عيني يا اخوي. بقول لك ايه يا بيسه، ما تيجي اخرجك كده يعني عشان تغيري جو. لا مش طالبه معايا، انا اقعد هنا في الكشك مع خالتي. ما اصل انا كنت عايزك بصراحه في حوار مهم. حوار ايه؟ ما تقول هنا. بص يا بيسه بصراحه، ربنا يعوض عليك يا بيسه يا حبيبتي. ايه ده؟ ربنا يعوض عليكي. هو انت ضايع منك حاجه؟ بيسه بقول لك ايه، بالنسبه للبدله اللي انا ماجرها عشان فرحكم، ارجعها ولا تصفوا وتصالحوا كده اخليها؟ اللي هيتولع يا بعيد. انت لحقت تنشر الحوار؟ انت مفيش فايده فيك خالص. ما كان لازم اقول للحاره كلها يا بيسه عشان يعني لو حد عايز يتقدم لك ولا حاجه. لا مش شكرين يا اخوي، مش عايز حد يتقدم لي ولا نيل. لا ما تقفلهاش كده يا بيسه. يعني المهم ارجعها ولا اخليها؟ ولع فيه. انت هتشغلني بهدومك ليه على الباسه؟ ما تردي. بصي اللي عايز ارد على حد ولا طايق حد ولا حتى طايق نفسك. بيسا خدي بس اقول لك يا بيسا. يا مالها عصبيه ليه كده؟ انت يا راجل انت مش انا قلت لك ما تبينش انك عارف؟ هو كان باين عليا ان انا عارف؟ باين. ده انت قلت. بقول لك ايه، اقسم بالله ما احكي لك حاجه تاني، مع اني كان عندي حاجات حلوه اقولها لك مش هقولها لك. هقول الحاره كلها واقول لهم ما تقولش لعم عبده. يا خساره. المهم ارجع البدله ولا اخليها؟ يا عم ولع فيها ولع فيها. يا عم البدله بتعد عليا بتعد بتعد. طب ركب لها عداد كمان. خش يا عم عبد، خش خش جوه. ايوه بس انا عايز اقول لك. شوف انا عايز اقول لك، اوعى ما ايدك هقطعك. الحمد لله الجوازه باظت وبقيت مأمون العريس. اشترك في باقات واتشت الشهرية، بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.